فريدة من الجزائر. ما شاء الله السلام اليوم عليكم جزائر. ورحمة الله وعليك تعالى وبركاته. السلام، مرحب فريدة. يا مرحبا بك شيخنا، هلا. عدتم والعود أحمده، الحمد إيه. لله على سلامتكم. الله يسلمك يا فريدة. يعني للأسف أنا ممن تمنت لقياكم لسماعي ضررا من جواهركم، لكن تأتي المسافات بما لا تشتهي الأمنيات. الله زين. فأنا من غرب الجزائر، بالضبط من مدينة مستغانم، تعذر حضوري لكن لم تتعذر متابعتي لمحاضرتكم. الله يجزيك الخير. نعم. وياكم شيخ الكريم، إن سمحتم لي فضلا منكم لي مداخلة بسيطة عن هي. موضوع ستعلمونه لاحقا، لكن قبلها أقول لقد نورتم القلوب قبل الدروب، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، دون قسم أنت في الله محبوب، لكن يا ليت كان العود قد تمهلا، جمعتم بين نشامة الهاشمية ودار زايد الخير والدولة الإماراتية، وزادكم الشرف شرفا حين دستم أرضا معطرة بمسك الشهيد ودم الحرية، فيا ليت بعد الأولى قد تأتي الثانية زيارة لنا يا مرجع الاعتدال والوسطية، فالثالثة كانت بضواحي العاصمة الجزائرية، أما الآتية ستكون دعوة بإذن الله مستغانمية. فبعد شيخنا الكريم، هلا. أعلم أنكم لما نعم لا لا معك تفضلي. أعلم أنكم لما أقصده ساتعون، فبعضهم ما رأوا في الذهب عيبا قالوا بريقه يتعب العيون، وبعضهم يكره شخصا لأن الناس له يحبون، وبعضهم حشفا وسوء كيلة، نقدهم منحط وزد عليه هم جاهلون، اختلط الحابل بالنابل وقالوا عن العالم جاهل، فرفع المفعول ونصب الفاعل وأسفاه، نحن لا نحارب الفكرة بدليل عقائدي وإنما نخوض في النسب جنسية وتجنس، ولا نجادل بالعلم بل نحترف الدم والقطف، وأن نمسك صاحب الزلة متلبس، أوصل التدني إلى أسفل القاع، أو هناك من اشترى دينه وهناك من باع وهناك من بينهما قد ضاع، فالأمة الإسلامية واللاذة لأمثالكم شيخنا لم يستأصل رحمها، فأضحت عقيمة لا تنجب من الأخيار رعاة ومفسرين بعد من سبقوهم في العلم والفقه والدين، فلما بعضهم نصب لنفسه محكمة عليا، إن عارضوا فكره يحكم ويحاكم يتحكم ويصل به الأمر إلى أن يكفر، فمن جعل له هذه السلطة ليأخذ دور الله، واللهم إني أستغفر، فدعونا نعبد الله كيفما تعلمنا من معلمنا الأول والأخير سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، دعونا نعيش في سلام بعيدا عن طيور الظلام، دعونا من فيضان الدماء وتناثر الأشلاء، اللهم الطف بأخواننا الأشقاء، اتقوا وارتقوا، وما عسانا إلا أن نقول تلك هي صحائفكم ملؤوها بما شئتم، واللهم اظهر الحق وازهق الباطل وسدد لمن فيه خيرا للعباد والبلاد، أما أنتم شيخنا وسيم يوسف جعلكم الله ذخرا للأمة الإسلامية ونصركم على من عداكم، وبالجزائري الله يرفع مقامك ويعلي شانك ويحلي كلامك ويسعد أيامك يا رب، أنتم تتكلمون بحق الله وهذا حق الله نفسه سينصركم. أنت معلمة لغة عربية ولا؟ لا أنا ما كتب البيت، لا معلمة لغة عربية ولا 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 لأي مستوى. لا لا لك مستوى إن شاء الله. يسلمك. لا والله. تسلم ويسعدك يا رب. الله يخليك إن شاء الله.